<applause> يعني الاختلاف بين الزوج والزوجه على قضيه انه هل في الصوم ضرر على الجنين ام لا <applause> هنا نحن نقول بانه هذا الامر هو تكليف الزوجه الزوجه هي التي تحدد هذا الامر بانه اذا خافت الضرر على الجنين هي التي تشعر بالخوف ولم يكن طبعا هذا الشعور من وسوسه او من مناشئ غير عقلائيه فاذا خافت الضرر على الجنين تفطر اذا حصل لها الاطمئنان من كلام الطبيب ايضا تفطر واما بالنسبه الى الزوج هو يقدم وجهه نظر لا اكثر ولا يستطيع ان يفرض على الزوجه متى تفطر ومتى لا تفطر هذا الامر في نهايه المطاف راجع الى الزوجه